السلام عليكم أصدقائي. في الفيديو دوت احنا رايحين حي اليهود، حي ستامفورد يا أصدقائي في شمال لندن، الحي اللي بيعيش فيه الجالية اليهودية في بريطانيا. هنشوف كل حاجة في الحي زي ما انت شايف قدامك في الفيديو اهو. تصوير طبعا صعب جدا لان ممكن لو حد شافك يبلغ عنك الشرطة. طبعا الحي كله يهود، كل الحي يهود، مدارس يهودية، محلات، مطاعم، سوبر ماركت، حتى المعبد اليهودي موجود هنا. يعني المنطقة بتاعت اليهود دي مليانة كنائس أصدقائي. جميع المحلات الموجودة في المنطقة محلات يهود، كافيهات، مطاعم، كل حاجة. زي ما انت شايف قدامك الحي اليهودي في بريطانيا. طيب بريطانيا فيها كم يهودي أصدقائي؟ بريطانيا فيها 150 ألف يهودي، انت متخيل؟ عدد ضخم جدا جدا. طبعا اتمشيت في الحي شوية بس لقيت برضو فيه مطاعم من بنجلاديش والهند، ما لقيتش حد عربي خالص، لقيت مطاعم من بنجلاديش والهند وكافيهات. زي ما انت شايف قدامك الحي اليهودي في بريطانيا. طبعا انا التصوير صعب جدا جدا، صعب التصوير زي ما انت شايف قدامك، لو حد شافك وانت بتصور ممكن يجيب لك الشرطة فورا. ده الحي اليهودي في بريطانيا اصدقائي. كل اللي موجود في الحي كلهم يهود، كلهم يهود زي ما انت شايف قدامك، كلهم مستثمرين يعني فاتحين مشاريع. طبعا انا ركبت الباص وقلت اصور من الباص افضل على السريع كده، لان زي ما قلت لك لو حد شافني وانا بصور ممكن يجيب لي الشرطه. اهو بنات اليهود، الحي كله مدارس وكله كافيهات تابعه لليهود فقط زي ما انت شايف قدامك. سكان الحي، سكان الحي كلهم يهود، كلهم مختارين مكان رائع يعني. انا طلعت من الحي اليهودي دلوقتي وصلت حي هيلينبروي، لان التصوير في الحي اليهودي صعب جدا اصدقائي، لو حد شافني ممكن يجيب لي الشرطه فورا ويعمل لي مشكله. طلعت على الحي هيلينج بروادواي، حي جميل جدا جدا جدا، في عرب ومساجد ومحلات عربيه ومطاعم واجواء جميله جدا في حي هيلينج بروادواي، والايجارات رخيصه جدا في الحي دي. يعني ممكن تلاقي شقه في هيلينج هنا بحوالي 1300، غرفتين وصاله ومطبخ. ممكن تلاقي غرفه في الحي دوت ب 500، ولكن الحي ده بعيد عن السنتر، بعيد عن سنتر لندن.